في 26 دقيقة بدون ما نحسب الوقت اللي ضيعه حارس المقابلة. حارس عفوا فريق ريميرو دي أجوز. الكرة توصل لحمداني على الجهة اليمنى. شوف حمدود يقطع تماما كما جرى مدافع أيمن فريق اتحاد العاصمة مخزن القوة أو يلعب بالثلاث مدافعين. حمداني وصل كرة لجيري بلال، لازم اللاعب يكون متركز على الجناحين. إمكانية فنية كبيرة عن جيري بلال مرفوع. انتصار سيد علي رئيس فريق اتحاد العاصمة يلعب 10 لاعبين سجل هدف وتعليق. اما بالنسبة لصلاح البيت هذا هو البيت اللي راح يهدم الاعصاب تاع اللاعبين، ما لازمش يدخلوا في لعبهم خاطر راهم يبروفوكي والاربيت ما راهوش في المستوى يعني اللي مطلوب عليه. نظن الهدف هذا تاع جيري بالك يهدم فيه الاعصاب ان شاء الله. ان شاء الله وهو الشيء المنتظر لانه فعلا ان شاء الله راح يهدم اعصاب خاصه عناصر فريق اتحاد العاصمه اللي ما زلت تلقوا كثير.